الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب آداب السفر، قال: باب ما يقول إذا ركب دابة السفر، دابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقيده بقوله: ما يقول إذا ركب دابة للسفر، فقيده بركوب الدابة، وأن يكون هذا الركوب من أجل السفر. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل هذه الأحاديث وهذه الآية خاصة في السفر أم هي عامة في السفر والحضر؟ فالذي يظهر والله أعلم أن ركوب الدابة يشمل السفر والحضر، أما الأدعية الخاصة بالسفر فهي خاصة بالسفر. هنا قال: ما يقول إذا ركب دابة للسفر، وذكر الآية: وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا ما نركبه في البر والبحر، وفي هذه الأزمنة المتأخرة جعلنا ما نركب حتى في الجو، وكل هذا من فضل الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هنا قال سبحانه: وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك، أمراد بالفلك هي السفن، وقال بعض العلم: الفلك تشمل السفن وغير السفن، فكل ما يجتمع فيه الناس ويركب فيه الناس ويحمل كثيرا من الناس فهو فلك. فالسفن من الفلك البحرية، والسيارات من الفلك البرية، والطيارات من الفلك الجوية، فكل هذا يسمى من الفلك. وإن كان الأشر أن الفلك المراد به السفن التي تكون في البحار. قال: وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهنا قال سبحانه: قال: والأنعام ما تركبون. فهل يفهم من هذه الآية أن غير الأنعام لا يركب، أو لم يخلق، أو الحيوانات التي لم تخلق من أجل الركوب هل تركب؟ هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من قال أنها لا تركب، الذي لم تخلق للركوب لا تركب، لأن الله عز وجل لم يخلقها لهذا. وقال بعض العلم: يجوز ركوبها إذا لم يشق عليها، كالبقر مثلا لم تخلق للركوب، فهل يجوز أن تركب؟ فعلى القول أنها لا تركب، والقول الثاني أنها تركب إذا لم يشق عليها. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أقرب، أنها لا تركب لأنها لم تخلق لهذا، وإنما يركب ما جعله الله عز وجل للركوب، كالخيل والبغال والحمير والجمال، فهذه خلقها الله عز وجل للركوب، فهي التي تركب. التي خلقها الله عز وجل للركوب جعل فيها خاصية التحمل لمن يركب عليها، بخلاف التي لم يخلق الله عز وجل لأجل الركوب، فإنه وإن ظهر لنا أنه لا يشق عليها فإنه قد يشق عليه ونحن نعلم، لأنها لم تخلق لهذا. قال: وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وهذا من فضل الله عز وجل، قال: لتستووا على ظهوره، أي أننا إذا ركبنا هذه الدواب، ركبنا هذه السفن، هذه السيارات، نستوي عليها قعودا، وبعض المراكب نستوي عليها قياما، ولولا فضل الله ما استوينا عليها. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إذن هذه نعم أنعمها الله عز وجل لا بد من شكرها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه،
فحال الاستواء تذكر هذه النعمة، أن الله أنعم عليك بهذه المراكب العظيمة، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فانظر هنا قال سبحانه وتعالى، قال وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، مع أن المقام مقام حمد وشكر على نعمة، ومع ذلك أمرنا أن نسبح، والتسبيح يعني التنزيه لله سبحانه وتعالى. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، ومقام التنزيه في هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى المراكب بخلاف بني آدم الذي يحتاج إليها، فننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا فنقول سبحان الذي سخر لنا هذا. وقد يقال أيضا إن التسبيح هنا بمعنى التعظيم والتمجيد والتبجيل لله سبحانه وتعالى على عظيم صنعه وعلى عظيم خلقه. وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لم نكن له مطيقين، وهذا واقع. فلولا أن الله سخر لنا هذه المراكب وهذه الدواب ما استطعناها. فانظر إلى هذه البهائم مثلا، هذه الجمال، لولا أن الله سخرها لنا ما استطعنا عليها. فانظر إلى هذا الجمل إذا هاج، من يستطيعه؟ ما أحد يستطيعه، ولكن الله سخره حتى يأتي الطفل الصغير يقود هذا الجمل الكبير. كل هذا من تسخير الله عز وجل، ولولا أن الله سخره ما استطعنا ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا في الآية، قال وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حال الارتحال تذكر الرحيل من هذه الدنيا، وهذه مناسبة ذكر هذا الدعاء وهذا الذكر، حال الركوب وحال السفر، أنك تعلم أنك مرتحل عن هذه الدنيا وأنك مسافر عنها مهما طال بك العمر. وإنا إلى ربنا لمنقلبون إليه بأعمالنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.